مهمة من أوراق الضغط يعني المصري والعربي فكرة الضغط الشعبي أو الرأي العام في العالم العربي في العواصم العربية. امبارح أنا عايز أربط مشهد القمة النهاردة بمشهد الأمس، مشهد خروج الملايين في مسيرات تؤيد القضية الفلسطينية وتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفاع عن الأمن القومي. المشهد ده العالم بيشوفه إزاي، وإزاي ده يمكن استثماره كورقة ضغط حقيقية؟ لأنه حتى الرئيس قالها في مؤتمره مع أولاف شولتز المستشار الألماني، اتكلم بشكل مباشر، قال أنا ممكن أخلي المصريين ينزلوا، ودي تعتبر ورقة ضاغطة أمام الرأي العام العالمي أنه شعوبنا لن تقبل بما يحدث. حتى مشهد امبارح لما شفنا على معبر رفح أمين عام الأمم المتحدة، إزاي بنشتغل على هذا المسار، المسار غير الرسمي فقط، المسار الشعبي، وتصدير صورة للعالم أنه على هذه الأرض شعوب لن تقبل باستمرار ما يحدث. ما هي دي إدارة الأزمة بشكل علمي، والنجاح والدبلوماسية المصرية وصلت فيها إلى قمة النجاح. وأنا أعتقد إن بكرة يدرسوا الإدارة الدبلوماسية المصرية للهجمات الإسرائيلية القاتلة على أهلنا في غزة. لأن أنت مش بس عملت شعور عربي، أنت عملت شعور لدى دول الغرب اللي هي مساندة للعدوان، التي كانت مؤيدة لإعلان يهودي الدولة الإسرائيلية وتصفية القذائف الصينية وتهجيرهم. أنت عملت هناك، عملت تغيير، وعملت حتى لحلحة في مواقف هذه الدول، رؤساء حكام هذه الدول الرسمية عملت فيها لحلحة. لما يجي بايدن يقول لك أنا مع حل الدولتين ومع إيصال المساعدات، ده متغير ضخم جدا. ده ممكن يستمر يا أستاذ ناجي، يعني فكرة تعديل بعض المواقف للدول الكبرى اللي هي بتقف مع إسرائيل، ده ممكن نشوفه أو نشهده خلال الفترة اللي جاية، يحصل تعديلات للمواقف في صالح اهلنا في غزه او القضيه الفلسطينيه؟ اكيد طبعا، ما هي دي مواقف رسميه بتعلن مش هيتراجعوا عنها. انما هو اللي انت قلت حضرتك قلته، اللي هو التأييد الشعبي الضخم المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو الشعب ما صدق انه الرئيس قال له. يعني الرئيس لما مجرد ما قالت كلمتين مع الرئيس الالماني، انا لو قلت للشعب ينزل هضرب الملايين، نزلت الملايين بعدها على طول مباشره. وهنا الاحزاب المصريه لعبت دور كبير جدا طبعا. وانا اعتقد واربط دور الاحزاب المصريه بالحوار الوطني، لان الحوار الوطني والفتح المناخ والمجال العام هو اللي احيا دور الاحزاب السياسيه من ثباتها العميق ايضا، واصبح لها دور في رد الشارع المصري. امس واول امس واول اول امس، ثلاث ايام الاخيره، الاحزاب المصريه لعبت دور كبير جدا في قياده الشارع المصري لاعلان تاييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه القوي والضخم المساند للقضيه الفلسطينيه، في اعلان ان خط الامن القومي المصري خط احمر، وايضا في اعلان رفض القضيه الفلسطينيه. احنا كان بالاول امس كان في مؤتمر للاحزاب السياسيه في قاعه الاجتماعات الكبرى في الازهر، في الازهر الشريف اللي في مدينه نصر، كانت مظاهره حزبيه بتعلن انها بتساند مصر الرسميه، وهي واصبحت بقى الثالوث بقى مصر الرسميه ومصر الحزبيه ومصر الشعبيه، اللي هما معا من اجل حمايه الامن القومي ومن اجل ايجاد ايصال رساله للعالم كله ان الشعب المصري في خلف قيادته. لان حروب الجيل الرابع واللجان الالكترونيه كانت في يوم من الايام عانت ان فيه هو بين الرئيس والشعب، وان المساله ديت بتتسع. جات الايام الثلاثه اللي اتاكدت بينا كلها ان الرئيس، ان الشعب المصري يثق في رئيسه ويدعمه تماما، ولن يتخلى عن امن القومي المصري، ولن يتخلى عن القضيه الفلسطينيه. هذا الشعور الشعبي اللي ظهر ساطعا للدنيا كلها واتنقل الى العواصم العربيه. يعني ما كانش فيه تحركات، ده التحرك المصري الرسمي والشعبي هو اللي اوجد تحرك عربي رسمي وشعبي، هو اللي اوجد تحرك لدى حكومات الدول الاجنبيه، وخاصه الدول المسانده للعدوان على العواصم الكبرى، برلين ولندن وباريس. وبدأنا نشوف تظاهرات وتحركات حتى في الشارع، تحركات كبيره هناك برضه، واصبح مش قابلين اللي بيحصل في غزه انسانيا، يعني منطق انساني. كان في اقتحام لمجلس النواب الامريكي، صحيح يعني ده لم تحدث مظاهرات من مجتمع اليهود بالمناسبه، يعني هو مجتمع معاك، برافو عليك، معاك حق. وفي 20 نائب في مجلس العموم البريطاني قدموا سألتهم احتجاجا على موقف بلادهم من هذه الازمه. هذا الكلام تخيل بقى لو مصر ما وقفتش، لم تقف في هذا اليوم واعلنت وكشفت المخطط بوضوح وقالت لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه، وان الخط الامن القومي المصري خط احمر. تخيل لو ده المشهد ده ما حصلش، ايه اللي كان يحصل؟ كان الامور مرت خلاص، لكن طلع شعور ما كانش حد اتحرك، وكان اصبحت بقى ايه مساله اوتوماتيك زي ما حصلت اللي قبل كده. ولكن يعني عشان بقول لك ان مصر احيت القضيه الفلسطينيه من جديد،
وكان دي المفروض ان هو المخطط لها انها هتبقى في ادراج ان في خلاص تروح تيجي وتتنسى.